تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لدينا دكتور في الجامعة يدرسنا مادة العقيدة، وقال عن الاجتماع إن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر تجوز من أجل الاجتماع وعدم الاختلاف، وإن هناك فرق بين أن يصلي إلى القبر فهذا لا يجوز، أما إذا كانت الصلاة لله في المسجد الذي فيه قبر فإن ذلك جائز من باب الاجتماع، فهل قوله صحيح؟ هذا كلام من عنده ما له أصل، ما يجوز الصلاة عند القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، يعني يصلى عندها، نهى عن اتخاذ القبور مساجد يعني مصليات، والنهي يقتضي الفساد، فكونه يفلسف هذه الفلسفة ويأتي بكلام من عنده هذا مردود عليه. لا تجوز الصلاة عند القبر سواء كان القبر في القبلة أو على جانب أو خلف الظهر، ما دام أنه متصل بالمسجد، ما دام القبر متصلا بالمسجد من جميع الجوانب فلا تجوز الصلاة في هذا المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور أو إليها، فكأن هذا ما قرأ يعني النصوص ولا قرأ كلام أهل العلم. والمصيبة أن بعض الإخوان يجتهد من عنده بدون أنه سبق له أنه طالع الشيء أو فهم كلام العلماء، إنما ينشي الشيء إنشاء من عنده، والاجتماع ما يكون على الشرك وعلى البدعة، الاجتماع يكون على التوحيد وعلى السنة، هذا هو اللي يجمع الناس. أما نصلي بالمساجد اللي على القبور نقول لأجل الاجتماع الكلمة، هذا ما هو اجتماع كلمة، هذا يفرق الناس. نعم.